يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، اهلا وسهلا بحضراتكم. 72 ساعه هي الاهم. عارفين حضراتكم لما يبقى في وقت كده بتحس فيه بكل المشاعر المتناقضه، هو ده الوقت ده. انت على اعصابك وبالتاكيد مركز جدا، فما بال حضراتكم بفرقتنا وبنجومنا وبلعبتنا. بالتاكيد في مرحله التركيز كل حاجه مطلوبه، كل تفصيله نشتغل عليها. ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه مجهود سيزن كامل الحقيقه ادى فيه النادي الاهلي مشوار الحقيقه عظيم جدا، يكلل ان شاء الله بالنجاح والتوفيق في ختام بطوله دوري الابطال. انت واثق بس قلقان، انت مطمن بس خايف، الاثنين مع بعض الحقيقه في نفس الوقت. على كل الاحوال كلام كتير جدا عن ماتش الاهلي وعن استعدادات النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في حلقه النهارده، وهيكون معانا انترفيوهين في منتهى الاهميه، واحد من اكفأ المديرين الفنيين لتولوا مسؤوليه النادي الاهلي هيكون حاضر معانا النهارده من خلال الفيديو كونفرنس، راينر تسابل، وهيكون معانا كمان واحد من نجوم النادي الاهلي معانا في الاستوديو هنا، المدفعجي محمود ابو الذهب. مساء الخير على حضراتكم مره ثانيه، ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. اكيد في حاله من القلق مع الثقه مع التمني ان احنا باذن الله نقدر نضيف البطوله التاسعه لبطولاتنا. وعايزه اقول لحضراتكم واكد لحضراتكم عشان كل الجماهير القلقانه انه في حاله من التركيز الشديده جدا في المعسكر المغلق للنادي الاهلي لفريقنا. طبعا في حاله من التركيز عند اللعيبه، عند الجهاز الفني، قدامهم بس ال 90 دقيقه بتاعت يوم الجمعه ان شاء الله نهائي افريقيا الحلم. كل اللي بيحصل بره، كل الاشاعات، كل القلق، كل اللي بيحاول يصدر صوره مختلفه تماما عن اللي بيحصل في المعسكر مش واصله للعيبه تماما. في حاله من التركيز، في حاله من الانضباط داخل معسكر النادي الاهلي، كله بيفكر بس في المباراه النهائيه، واي حاجه بتحصل، اي اشاعات دي مش واصله تماما يا احمد. هي الحقيقه تاكيدا على كلامك، ودي كانت حاجه مضايقاني على فكره، يعني يمكن بالنسبه للاهلاويه تبقى مطمئنه، تبقى في سكه الناحيه الايجابيه، لكن انا لفت نظري الحقيقه، ما اعرفش يمكن تكون نظريه المؤامره اليومين دول، لكن انا شايف كم من الانترفيوهات وكم من التصريحات لنجوم كره مصريه ولمديرين فنيين وحتى اجانب. يعني النهارده مثلا بالصدفه خبطت كده في انترفيو مع المدير الفني المازيمبي، المدير الفني لزيسكو الزامبي، الاثنين بيتكلموا على انه فرص الاهلي افضل في الفوز بالبطوله، وانه الاهلي هو الاقدر بحسم لقب دوري ابطال افريقيا. انا الحقيقه الكلام ده في التوقيت ده لا يعني ليا اي شيء، صحيح انه طبعا يعني بيصب في مصلحه نادي الاهلي وده شيء يهمني، لكن يهمني اكتر ما يكونش ليه تاثير على اللعيبه. واللي مطمني انه في حاله عزله تامه مفروضه على اللعيبه، يعني اعتقد انه فريق نادي الاهلي ونجومه ما لهمش اي علاقه بكل ما يثار او يقال في وسائل الاعلام المختلفه، وفي حاله انعزال تماما عن كل وسائل التواصل او عن وسائل الاعلام المختلفه، وده في اطار حاله التركيز اللي كانت ساره لسه بتتكلم عليه. طبعا يا احمد مفيش اي تواصل مع الاعلام، اللي بيتقال انه في حاله من القلق في معسكر النادي الاهلي، ابدا، كل اللي موجود حاله من التركيز والثقه في معسكر الاهلي، وهو ده اللي يهمنا، ويهمنا ان احنا الفتره دي نبقى في ظهر طبعا فريقنا. وزي ما احمد قال احنا مش بنصدر اي صوره، اي فريق بيوصل لنهائي مرشح للفوز بالبطوله، لكن كلنا ثقه، ده الفرق، كلنا ثقه في لاعبتنا، كلنا ثقه في الجهاز الفني ان احنا عندنا لعيبه وفريق وجهاز فني عنده من المهاره والتركيز والقوه ان احنا باذن الله نفوز ببطوله افريقيا. الامكانيات الفنيه، التاكتكس، الجاهزيه البدنيه، اللياقه البدنيه للعيبه على الملعب، القدره على قرايه المباراه بشكل كويس وسيرها واحداثها والتعامل مع مستجداتها، كل ده احنا عندنا ثقه فيه سواء في لعبتنا او في جهازنا الفني بقياده طبعا موسيماني، اللي بيميزه يمكن مش بس خبرته الكبيره جدا في بطوله دوري الابطال ولا النجاحات اللي حققها مع سان داونز على مدار سنين طويله جدا، لكن كمان هو عنده رغبه في نجاح التجربه مع النادي الاهلي، وده شيء اعتقد هيكون عليه عامل كبير جدا. الاهم من ده بقى ومن كل الحسابات اللي كلمتوا حضراتكم عليها والرهان الحقيقي بالنسبه لرجاله النادي الاهلي هي الروح. انا بيتهيالي انه 90 دقيقه دول الفاصل فيهم قبل الناحيه البدنيه والناحيه المهاريه والناحيه الفنيه والخططيه والى اخره، انا بيتهيالي انه الروح عليها عامل كبير جدا، وكل ثقه في ال 11 لعيب اللي هيلبسوا تيشرت النادي الاهلي في المباراه دي انه ان شاء الله بفضل الروح العاليه يقدروا يحسموا البطوله لمصلحتهم. مهم جدا نتكلم حضراتكم كمان النهارده عن تلاحم المواسم اللي يمكن فردنا ليه مساحه انا وساره قبل كده في السادسه، واتكلمت ان احنا امام موسم صعب جدا، ارتباطات واجندات دوليه سواء بالنسبه للانديه او بالنسبه للمنتخبات المختلفه، منتخب اول، منتخب اولمبي في السيزون الجاي،
ان شاء الله ان شاء الله لو قدر لينا ان احنا نفوز بلقب كاس مصر نلعب ماتش نهائي يوم 5 يوم 11 على طول يبتدي الموسم الجديد. قرعه الدوري اتعملت النهارده وده يمكن هيكون لينا نصيب من الكلام في السادسه النهارده معايا انا وساره.